اهلا بكم جميعا في منتدى الاقتصاد اللبناني لدورته الثانيه، وفي ظل ظروف احوج ما نكون فيها للتلاقي والتحاور وبلوره الحلول والافكار. منظم هذا المنتدى مجموعه الاقتصاد والاعمال المصره دائما على حمل رساله الترويج للاقتصاد اللبناني والاقتصادات العربية ككل. كلمة رئيس تنفيذي للمجموعة الأستاذ رؤوف أبو زكي. دولة الأستاذ نجيب ميقاتي رئيس مجلس وزراء، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، يأتي ملتقى لبنان الاقتصادي في سياق سلسلة المؤتمرات التي تنظمها مجموعة الاقتصاد والأعمال في لبنان والبلدان العربية والأجنبية، وهو بالطبع غير منتدى الاقتصاد العربي الذي تنظمه المجموعة سنوياً، وستكون دورته 21 في 9 من أيار المقبل. وينعقد ملتقى لبنان الاقتصادي في دورته الثانية في ظروف محلية وإقليمية معاكسة لصناعة المؤتمرات في لبنان، والتي تم إلغاء العديد منها، ولذا فإنها مجرد وقفة مراجعة وتأمل فيما نحن عليه وفيما ينتظرنا في آتي الأيام. ولا يسعنا هنا إلا تسجيل الشكر للإخوة العرب المشاركين معنا وسط الظروف التي نعرفها جميعا. وتنعقد دورة الملتقى الثانية هذه بعنوان رئيسي هو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد لبنان، بل ولمعظم الاقتصادات العربية وغير العربية. أيها السادة، عشية عيد الاستقلال قبل أيام قال فخامة الرئيس ميشيل سليمان إن الاقتصاد اللبناني أصبح إلى حد بعيد رهينة الأمن والتوتر السياسي، على الرغم من ديناميته ومقدرته على التأقلم وتخطي الصعاب. وقال أيضاً أن لبنان يعاني من استعمال غير جائز للسلاح في الداخل، من أعمال ترهيب للمواطنين والرعايا الأجانب، وتهريب في الجمارك، ومخالفات بناء وتعديات على الأملاك العامة، واستهتار بسلامة الغذاء والدواء وتلويث البيئة. وفي هذا الكلام وكلام الرئيس، رئيس الكلام، تشخيص دقيق للوضع. وقبل ذلك قال سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامي كلاماً صريحاً أمام مجلس الوزراء، حيث تناول الوضع الاقتصادي الدقيق، مشيراً إلى حاجات المالية العامة التي تصل إلى حدود 14 مليار دولار حتى نهاية 2013، وإلى محاذير استمرار مصرف لبنان في إقراض الدولة وتأثير ذلك على الاستقرار النقدي. إن في القولين أيها السادة تشخيصاً للواقع وبحثاً عن الحلول، بل وسعياً لها. بالطبع الجميع يدرك الواقع السياسي الذي تعيشه البلاد والتجاذب الإقليمي الحاد، لكن لا ندرك إطلاقاً كيف تجري محاولات لزيادة الأعباء على مؤسسات القطاع الخاص المثقلة بالأعباء، بما يهدد بتفاقم البطالة وانسداد أفق فرص العمل الجديدة. كذلك لا ندرك كيف تجري محاولات زيادة أعباء الدولة المثقلة بالديون. أفلا يكفي مؤسسات لبنان إنها تدفع ثمن تصرفات الكثيرين من السياسيين، ممن يتسبب بخلق مناخ طارد للسياحة وطارد للمستثمرين اللبنانيين منهم قبل العرب. غير أن القطاع الخاص وبالتحديد مؤسساته الصغيرة والمتوسطة يجهد كل يوم للمحافظة على شركاته وديمومة عمل موظفيه، ونحن على ثقة من قدرة هذا القطاع على التكيف مع الأزمات نظراً لما لقيادة مؤسساته من حنكة وخبرة، وليس أدل على ذلك من استمرار المبادرات على الرغم من التحديات. ولابد من الإشارة هنا إلى أزمة الكهرباء. نعم، أزمة الكهرباء التي تكلف البلاد والعباد عشرات المليارات سنوياً كما تعلم، وقد تصل إلى 12 مليار دولار العام 2015 وفق الدراسات الرسمية، وهي تتسبب بارتفاع أكلاف كل منتجاتنا وخدماتنا وصادراتنا، وتضعف من قدرة اقتصادنا على المنافسة،
وما من بلد يدفع ما ندفعه رسوما للكهرباء وفي وقت نبحث عن تمويل لسلسلة الرطب والرواتب. لن نطيل عليكم الكلام، بل نكتفي بأن يكون هذا الملتقى صرخة من صرخات أهل القطاع الخاص، لا سيما الذي يمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون مدخلاً لمناقشات جادة وموضوعية في محاولة لاستخراج التوجهات والحلول للمرحلة المقبلة، وهي حافلة بالتحديات والمخاطر في ضوء الأوضاع الملتهبة في دول الجوار والمضطربة في العالم العربي الأوسع، والتي لا يبدو لها أفق واضح حتى الآن، كما أيضاً في ظل الأوضاع غير المشجعة في الاقتصاد العالمي التي لها انعكاسات أكيدة على اللبنانيين والعرب عامة. نود في هذه المناسبة إعلامكم عن عزم مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع العديد من الهيئات الحكومية والخاصة عن تنظيم ملتقى اقتصادي لبناني ليبي في طرابلس الغرب في 19 كانون الثاني المقبل، وسيرئس وفد لبنان إلى ليبيا معالي وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ نقولة نحاس. كذلك نود إعلامكم بأن المجموعة وبتكليف من سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت ومن جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تنظم الملتقى الاقتصادي اللبناني المصري في 11 كانون الأول المقبل في بيروت. أخيراً، نأمل أن يكون العام المقبل أفضل وأزهى، وأن تعود وتيرة الأعمال إلى حالها الطبيعية، وأن يعود الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي إلى كافة دول الربيع العربي والدول التي تعيش تداعيات هذه الأحداث، متمنين لكم عاماً سعيداً، شاكرين دولة الرئيس الذي لم يتردد مرة لا في رعاية مؤتمراتنا ولا في حضورها، والشكر موصول لكم جميعاً متحدثين وحاضرين ورعاة، وشكراً لإصغائكم.